أخبار اليوم. يا شيخ مذكور أهلا بك معنا في أخبار اليوم. ومن بعد ما كنت خفيف على قلوبنا في التلفزيون بقيت عملت كلام خفيف في نجوم FM. كلمنا بقى عن تجربة لسه هتبتدي مش عارف اي حاجه. هو برنامج هيبقى ساعتين على الهواء من 3 ل 5 يوم الاحد ان شاء الله. مش هنتكلم عن اي حاجه سلبيه, هنتكلم بس على اي حاجه ايجابيه بنشوفها. انا دايما انت بتحب الايجابي, الباور, الانسان يكون عنده باور. بالظبط. انا مش مقتنع ان انا يبقى حد سايق العربيه واقعد اقول له في اخبار تضايق او كلام زي كده. فهنقول اي اخبار هاديه لطيفه ايجابيه, ده الغرض من البرنامج. وهيبقى كل يوم عند كل اسبوع عندنا في الحلقه نبذه هنقولها عن تاريخنا الفرعوني. انا درسه وفهمه, فعايز اثقف الناس لان الناس مش عارفه اي حاجه عن الفراعنه في الحقيقه. هيبقى 5 دقائق بس. 5 دقائق عن تاريخ الفرعوني ده. من الاذاعه للتلفزيون, من التلفزيون للاذاعه, التجربه. ما انا لسه ما جربتش فمش عارف. يعني انت اللي هتقوله. طبعا انا مرعوب. صوتك يعني انت مش انا حتى بقول لهم انا طب هبقى قاعد باصص لايه او باصص المايك ولا بس. قالوا لي لا بقى هتاخد على كده مع الوقت. بس انا تجربة بالنسبة لي جديدة فأنا مش عارف. تجربة تستحق ال مع نجومة فهم. لأن أنا جالي كذا راديو في الحقيقة ما كنتش بوافق, بس هما الإذاعة بتاعتهم أنا أشوف إنها رائدة ومختلفة وشيك قوي. حتى برامج اللي في نجومة فهم اللي فيها هزار دايما بتلاقي فيها حدود للهزار. ما فيش كلام مستفز بيتقال, ما فيش حاجات افوره في التعليقات. مش عايز اقول زي الاذاعه الثانيه ولا لا, ماليش دعوه, بس هم عندهم في سيستم. وانا بحب الاماكن اللي فيها سيستم وفي انضباط. يعني كلام المذيعين مهما كانوا بيهزروا بس عندهم انضباط في الكلام. طب طبيعه المواضيع اللي انت هتقدمها هل هتبقى مختلفه عن اللي كنت بتقدمه في التلفزيون؟ لا تقريبا شبهه عن الستايل لا مفيش كده. لا مفيش. هيبقى عن بص احنا لسه بنحط شكل البرنامج, بس هو اللي انا مصمم عليه وهم موافقين ان احنا هيبقى عندنا فقره بنتكلم عن الفراعنه فيها في الاول مده 5 أو 6 دقائق بنعرف الناس. والبدايه هتبقى هو قبل الفراعنه كان في ايه في مصر؟ ما حدش عارف, الناس مش فاهمه. كان قبل ما يبقى في فراعنه في مصر كان في ايه؟ مين كان بيحكم مين؟ الناس كانت عايشه ازاي؟ كل الكلام ده الناس مش عارفاه. هنقوله في كذا حلقه. بعد كده هيبقى في حاجه انا بقولها ليها علاقه بالاكل سريعه جدا, ممكن اي حد يبقى راكب العربيه ويخش البيت يعملها في 10-15 دقيقة. وبعد كده هيبقى دايما هيبقى معايا ضيفة سيدة عملت حاجة مختلفة. ممكن تبقى عضو في مجلس الشعب عملت حاجة مختلفة, ممكن تبقى بتشتغل سواقة, ممكن تبقى أم. يعني عشان أنا بحب أبرز سيدات مصر ونشوف قد إيه هم عظام. شريف نورتنا ونتمنى لك النجاح. شكرا.